ماذا؟ لا شيء. أوه مهلا. أوه جامبول، يجب عليك رؤية هذا. لست متأكدة، لكن أظنني رأيتها في هذا الكتاب. إنها بيضة، يعني ليست من الثدييات، وبسطحها الجلدي لا أظنها طيراً. لا شك أنها زاحف. حسناً، علينا ألا نتسرع. سأراجع الحقائق بدم بارد. فهمتما؟ دم بارد. زاحف. ألا تريد سماع رأيها؟ لن أخذ برأي كتاب، فلنبحث عن أدلة. هل الثياب الممزقة هذه تعتبر دليلاً؟ لا، لا شيء يوحي بأنها دليل. ما زالت الاختفاءات الغامضة في ازدياد، وقد أدلت شرطة إلمور بهذا التصريح. إننا نبذل كل طاقتنا لنعثر على المفقودين، وسنقلب الدنيا عليهم. لحظة، هل آثار الملابس تقود إلى منزلنا؟ هذا يعني شيئاً واحداً، ما في الداخل نسي ثيابها. الزواحف، يجب أن تكون هنا. أفعى؟ لا. تمساح؟ لا. مصرفي؟ لا. أوه، ماذا يمكن أن تكون؟ الترايونيكس، حيوان مفترس من نهر النيل. هي تماما كسلحفاتنا، تفقس البيضة فقط في مكان دافئ. أحب صديقي الصغير داروين. جامبول، هيا بعيد. ما هذا الشيء؟ طفل سلحفاتنا الشريرة. يعني سلحفاتنا كانت أنثى ولم تكن شريرة، بل كانت حامل. وأظنها صدمة وحيدة أخرى وقد ننفجر. أرجوك تابعي. أظنها هربت، ولكن كيف؟ أغلقنا الخزان. أظنها حفرت طريقا. لدينا مشكلة صغيرة بل كبيرة. يقول الكتاب إنها تنمو بحسب الطعام المتوافر. تخيلوا معي ما ستجده في ضاحية في المدينة. حجم هائل. خبر عاجل، تم توقيف الوحش. بالكاميرا، وهو يأكل رجلا مع كلبه. ماما اسمها يا أولاد. ساعدوني أرجوكم، ساعدوني. أخبار إلمور، ما شعورك؟ أوه يا ويلي. أعلم، سلحفاتنا بشورة جدا. لسوء حظ راعي النشرة، شرطة مكافحة الحشرات أمسكت بالسلحفاة. أوه لا، اهربوا بسرعة. أصدق ما أرى. كيف حصل هذا؟ لقد هربت لتبني وكرا لبيضها، كانت حاملة حين أحضرها بابا. من يتوقع أن السلحفاة الحامل أنثى؟ علينا إيجاد الوكر. الأثر الوحيد للضحايا بقايا ثيابهم الممزقة. ماذا ترين؟ الضوء، الضوء. لا، لا تتبع الضوء، ابقى معنا هنا. لا، أنا أعني أن مصباحك يؤلم عيني. أو آسفة، لما وضعتك السلحفاة هنا؟ للطعام. علينا الخروج من هنا حالا. ما هذا؟